ممكن أن نتداول فيها فيما بعد بخصوص هذه التجربة. ننتقل الآن إلى الأستاذ إيمان يحيى. إيمان يحيى صديق العزيز يعطيني فرصة للجواب عن سؤال دائما يلقى علي في كثير من الأحيان ويلقى على ربما الإخوة جميعا وأجبت عنه في كثير من المناسبات، وهو باعتبار تخصصي في علم النفس كثير ما يطرح لي السؤال أن كتابة الرواية علم النفس يؤهل لكتابة الرواية. وأذكر أن رواية طيبون عندما كانت في لجنة من اللجان بعض النقاد وقفوا بالخصوص على قضية التحليل السيكولوجي أو التحليل النفساني. طبعا جوابي كما ينتظر البعض هو أنا كتبت الرواية قبل أن أدرس علم النفس، ولكن بالخصوص هناك من لا علاقة لهم بالعلوم الإنسانية وكتبوا رواية. سي إيمان يحيى يعطيني هذا الجواب. أيضا يوسف إدريس، ولا نتحدث عن كثير من كتاب عالمين متخصصون في ميادين علمية وكتبوا رواية ونجحوا في كتابة الرواية وكتبوا الشعر ونجحوا في الشعر. فإذا ليس هناك تخصص بالذات هو الذي يؤهل للكتابة، بل هناك عوامل كثيرة منها هو الذاتي قد تساعد على كل حال. إذا كما قلت الأستاذ إيمان يحيى هو كاتب ولكنه طبيب جراح ومترجم عن الروسية وعن الإنجليزية، فنتمنى التوفيق للسي إيمان يحيى ونتمنى له المزيد من الإنتاج وله الكلمة. تفضل. وأسمح لي أن أقول أن الرواية هي منتج غربي حديث، إنها فن معقد وبسيط في نفس الوقت. فأنا كتبت الرواية في سن 59 من عمري، قبلها كنت أكتب الدراسات السياسية والمقالات السياسية. جاءت كتابة الرواية بحادثة بسيطة عاصرتها أثناء عملي في الجامعة، عندما اختارت إحدى الطبيبات تخصص المسالك البولية، وهذا تخصص نادر للطبيبات في مصر. هذه الندوة مفيدة جدا للروائيين العرب وللرواية العربية، بتفتح آفاق جديدة في التفكير في موضوعات جديدة وتقنيات للسرد الروائي. وبلا شك أن مجرد وجود مثل هذه الندوات يدفع بالأمام للرواية العربية للمقدمة. لا، بعد جائحة كورونا كان في قراءة للروايات، ولكن المهم دلوقتي أن أسعار الطباعة غليت والورق غلي، فبعض البلدان العربية غير النفطية انحصر عدد القراء فيها بسبب الحرب الأهلية التي كانت في لبنان وغيرها. فهذا الكتاب أيضا صدر فيما بعد بطبعات أخرى بالعربية، وصدر أكثر من 5 أو 6 مرات بالإنجليزية، وترجم أيضا إلى اللغة الهولندية، ومؤخرا هناك ترجم إلى الإيطالية. قائم على دراسة وبحث قمت بها، اشتغلت تقريبا 3-4 سنوات أجمع مقابلات وبحوث ولقاءات ورسوم خرائط للمنطقة اللي عاشوا فيها الفلسطينيين مخيم، وكتبت هذا. وهلأ أنجزت رواية تعتبر الجزء الثاني منه اسمها ورد السياج هي تحت الطبع. فتكريما أيضا للحظة الحاضرة في غزة وظلم يعني الشكر لمنطقة أصيلة وهذا التجمع لروائيين بارزين بالعالم العربي، روائيين وروائيات. هذا يخص الرواية والخطاب البصري، وأجد أنه في يعني نهضة روائية أصلا بالعالم العربي، وهذا يعني اللقاء يحاول أن يزيد من هذه الوتيرة وأن يرفع من مستوى الوعي بالرواية العربية. وعشان هيك هو يضم العديد من الروائيات والروائيين آتين من كل العالم العربي. بتمنى أنه الناس يقرأوا كتبهم كمان عشان يكون لهذا اللقاء أهمية ثقافية.
نحن نعاني من انعدام القراءة من عدة سنوات، ربما الكورونا أثرت على التلقي عند الناس، ونأمل رغم كل الأحداث الخطيرة في العالم أن الناس ترجع تقرأ روايات. سأقرأ من رواية صدرت السنة القضية بعنوان السيد العميد في القلعة. سأقرأ المدخل للرواية. سماها الطلبة الذين مروا بها قلعة الأحرار، لكنها لم تكن كالقلاع شهيقة البناء منيفة، فقد شيدت وسط حقول في سهل ممتدد، فجاء البناء واطئا منبسطا. لم يكن لها شكل القلاع تربيعا أو تدويرا أو تضليعا، بل شيدت في تقشف شديد لا يدل على ذوق معماري رفيع، فكانت عبارة عن بناءات مستطيلة متوازية غفل من أي تزويق أو بهرج أو زخرف. قرأت مقطعا الافتتاح أو المقطع الافتتاحي في رواية صدرت في السنة المنقضية سنة 2022 بعنوان السيد العميد في قلعته. هي التجربة في التعبير عن مضمون ولكن بطريقة حية، أي أن كاتب النص كيف يقرأ نصه وكيف يبلغه. والله ما نعرف، أنا ما قريت كل الروايات العربية بعد الجائحة، ولكن الرواية لم تنقطع حتى أثناء الجائحة، لأن الفن الروائي هو الفن المناسب لعصرنا، وانتشار الرواية يعود إلى أنها قادرة على أن تحتوي الصراعات والتناقضات والمشاكل بما فيها الكوفيد. مشت إلى جواري تحيط خصري بساعدها، بينما جذبتها من كتفها لتلتصق بي أكثر، وكأن الأرض انشقت ليظهر شرطي بريطاني بزيه المميز وقبعته المرتفعة كخوذات رجال المطائف. أوقفنا وسأل جواز السفر إذا سمحت. أغرقت جواز السفر وأعطيته إياه. نظرت إلى سامانثا فلم أجدها، تبخرت في الهواء. أين ختم المطار وأين فيزا الدخول؟ أنت مخالف يا سيدي. هذا تخيل.